نعم، يعني وضع قطاع غزة أقل ما يقال عنه بأنه وضع كارثي نتيجة لتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه بشكل مباشر للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء. نشير إلى أن ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة اليوم 96 على التوالي من الأطفال لوحدهم تجاوزت 8000 شهيد، بالإضافة إلى آلاف النساء. آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عدوانها ضد كل ما هو فلسطيني في هذه الحرب، حرب الإبادة الشاملة التي تخوضها ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. عدد الشهداء أيضا تجاوز 23 ألف، بالإضافة إلى أن عدد الجرحى أيضا تجاوز 59 ألفا، بالإضافة إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو يعقد ويصعب عودة الحياة إلى طبيعتها في حال نعم أوقفت الحرب العدوانية على قطاع غزة. الحال هنا في الضفة الغربية هو صورة مصغرة عما يجري في قطاع غزة، فالانتهاكات الإسرائيلية العدوان يتواصل على أبناء الضفة الغربية ولا سيما مدينة القدس المحتلة، حيث تتواصل حملات الدهم والاعتقالات والتخريب المتعمد للبنية التحتية وخاصة في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في مخيمات نابلس وجنين وطول كرم التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، واعتقلت خلالها أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 15 مواطنا فلسطينيا في مدينة جنين ومخيمها لوحدها، نعم وتخريب وتجريف متعمد للشوارع الرئيسية. كل هذا يترافق أيضا مع تواصل اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. نشير إلى أنه عند مساء هذا اليوم قام عشرات المستوطنين بإحراق عشرات من أشجار الزيتون في بلدة كفر الديك إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، نعم وقاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة.